في جاليري عيون شابة نظم مجموعة من الفنانين معرض فني متميز شاركوا فيه بمختلف أعمالهم من شتى الأشكال والأنماط. تنوعت ما بين اللوحات والصور الفوتوغرافية بالإضافة للمنحوتات وبوسترات قديمة ومجموعة من القطع الفنية المصنوعة من مواد معاد تدويرها. شارك بالمعرض مجموعة كبيرة من الفنانين، كل واحد له ستايل معين بالشغل، كل واحد له طريقته معينة بالإبراز الفن تبعه. المعرض فكرته هو لما يكون أكثر من فنان مع بعض، كل فنان بصير له خصوصيته، كل فنان بصير يبين إنه أنا بيعجبني هذا الفن، في ناس بيعجبها لا هذا الفن أكثر، فبصير الناس الجاي على المعرض بتشوف أكثر من نوع لتختار النوع هي اللي بتحس بمناسب لإلها. عندنا صور قديمة كتير من السنة من العشرينات والأربعينات، عندنا رسم زيتي، عندنا رسم أكليريك، عندنا ريسايكلينج آرت، عندنا نحت بالرمل، عندنا بوسترات قديمة لأفلام مصرية قديمة، عندنا إنكينك بالحبر، وعندنا مجموعة سكتشات. شارك في المعرض مجموعة من الفنانين مثل الفنانة خلود أبو حجلة، الفنان محمود شاهين، الفنان حسن كنعان، الفنانة وداد الناصر، الفنان محمد عفيفة، الفنان أحمد عبد الرؤوف، الفنان كيلفن بون، والفنان أحمد فتحي. صالح قشطة، رؤيا.